والسؤال الثاني يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عند السفر يصلي غير الرواتب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر كان يصلي صلاة الليل، كان يصلي صلاة الليل تهجد أينما توجهت به راحلته، يصليها وهو يسير في الطريق أينما توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام، ويصلي راتبة الفجر، لا يترك راتبة الفجر التي قبلها. أما بقية الرواتب فإنه لا يصليها، إذا قصرت الصلاة فلا تصلى الرواتب التي معها، نعم، ما عدا صلاة الفجر.